واش حار سخون حار سخون، يا ولا تبغي داره يا تبغي ولا لا. ها طيب الخبز تاعهم جنة اخواتاتي، المرة تكون شاطرة ما تكونش تخاف. ها لا 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 نشهد، لا لا نشهد. السلام عليكم العميرات، السلام عليكم، كراكم اخوتي كراكم اخواتاتي كراكم العزاز ويا الغالين ويا كاع الحلوين. هذه هي المهم اخواتاتي، ما عليكم تدخلوا فرجة ممتعة. شوفوا اخواتاتي العزازات، يا راني جيت محزمة نا بحزامي، عندكم ما تسالوا علي. شوفوا ماشيش على النار، ندير لكم واحد الطبق على النار، ها اللي يبغيو يتمتع بالفرجه مع ام جنه، وماشي ندير معكم الخبز في عز الشتاء والبرد والبرد القارس، ويا الزويلات ويا الغاليات مع ام جنه. شوف راني ماشيش على النار دروك، ماشيش على النار، غادي نشعل النار ان شاء الله وندير واحد الاكله رائعه. ايوا راني نصور روحي دروك ان شاء الله، عندي شي لوحات هنايا يوريكم كيفاش تشعل النار. ديروا غير حل الكعك دير فيها الزيت، هيا وند هي العروسه، ديري زوج ولا ثلاثه هكا تاع زراميل وند هي يوم تخافيش كاع. الشعله الاولى تشعلنا معايا ما كانش تخاف مني النار، الله ينجينا منها ان شاء الله، الله ينجينا من النار ان شاء الله. يا شاطرات، يا اللي نط من نعاس تال 11، يا اللي نط من نعاس تال الزوج، الكاردي اللي راها تستنى، يا تمشاو للعجين تاع مغنية. هادو غير لوحة هكا كان عندي في الجردة نستعمل في الجردة، أيا قصصتو أهواي، يا شي مادريات. خوتي هاني موجدة هنا لي كويس تاع الدجاج، أيا راني موجدة تما يديكونجليو، وموجدة العطور، وموجدة كلشي. وقلت مشي خسارة خواتاتي ندير معاهم واحد الفيديو تاع الخبز، راه مقسمين لها الكارديلا هذاك المرأة. شوف والله ما نقطع معاكم، شوف شوف ها أنا نديرها غير تشك تشك يا سيد النار تشك، يا 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 هذاك المرأة. شوفي لا تعلموا تشعلوا النار نسر واحكم. شوف أخواتاتي العزازات، بسم الله سمينا الله وقولوا بسم الله، العجين دائما بسم الله، أي حاجة نقولوا بسم الله، صافي العجين ما ننساوش كما نقولوا، دائما سمي الله بسم الله فوقكم ما يتنحاش باش تجيكم حاجه مليحه. نديرو كيلو كيلو تاع فرينه، نزيدو حلويات فرينه، انا نشريها من ليدل، من ليدل تعجبني نتوما كما نقولوا، ماشي باش ماشي الفرينه اللي تجيب مليحه، نتوما يداكم اللي يجوا ملاح. ها خواتاتي العزيزات، هاني نقول لكم راني دايره كيلو ونص، كيلو ونص هاي نمشيو يعني للخمارة. شوف كاين كيما هادي هادي لي كوب، هادي لي كوب، وكاين هادي راه هاهي وهي حمراء وبيضاء ومصور فيها حر راجل هاكا يكب. ها هو وي نديرو شويه هنايا، هنايا اللي تشوفو عندي نديرو دائما شويه ملح كيما نقولو حنايا. مشيت ندير لكم بهادي وخافت ما عندكمش كيما هادي، جا درت بخرى. الماء ما راهش حامي، الماء دافي، الماء تقدروا ديروا يدكم ها انتي نورمال. نقول بسم الله هاي كبوا بالسياس، ونقول بسم الله يدنا مغسولين الله الله، ونحركوا نعجنوا غير نرولوا ما وندخلوا لداخل يسخن، باسكو هنا راه البرده. عاد روح اكتب لي في الكومونتير واش درتي فيه، كيلو ورط الفرينه شويه ملح شويه خماره وندهي لحدوره عوده يا اختي. هاني نقول لك خليوه يخمر 30 دقيقة، 30 دقيقة 30 مينوت. هاي يا أم جنة ما نديرولو لا ندلكوه ولا ندرسوه ولا حتى حاجة، دوك نوريكم السر نتاع العمل نتاع الخبز، السر ديالو وين، ماشي في العجين دروك تاعه، السر دياله، السر دياله كي يخمر نوريكم كيفاه نديرو له. الرز الرز غادي نمشي نخصو درت فيه الماء، فوالا إوا نسى نسى المزيرات، إوا نسى المزيرات، عندي هنايا زيت الزيتون، وعندي الملاح، وهنايا خواتاتي عندي زوج بصلات، شوية تاع قصبر مغسول، الله جونتكم، وربي يعطيكم الصحيحة إن شاء الله، الله ينوركم، الله يحفظكم، الله يستركم، كيما نقولو حنايا، كيما نتوما حبيتوني تانا حبيتكم، فوالا، كيما نتوما حبيتوني حتى أنا حبيتكم. انا خواتاتي قصص البصله هالطريقه هذه هكا
رقيقه ديروا ها اي ضربي بالسياسي ها ها هاكا ها الطريقه ها. تقول مقصه في الروبو شوفي كي فيلمي ابلعوا طبلعوا الاخوان N'hésitez pas à passer sur son TikTok. Merci pour les abonnés, pour les aimer, les commentaires. Ça. Gazazet, oui, elle rallyait, elle a galbé comme j'en ai. Ah, moi j'ai vu le lait de mille écoles, vise, je vais vise, voilà. Oh, oh, d'accord, le rodeau est drôle. Oh, quoi, il est drôle. الحبايبه دو حيد العمايره دو حيد الفراشه الكوبايده ربي يحفظك يحفظ كاع وليدات المسلمين ان شاء الله يا ادخلك بالحفه صح شافوكم صحيح بنتو اليوم على اليوتيوب اليوم هبلتو 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 ما تروحش طايحتكم ايوا يا وكما سوا هذاك النسه ها ندير في هذه المقله هذه هذه المقله الكبيره ندير فيها الروز باش نطيبه فوق الفحم فوق باش نطيبه على النار هذه المقله الكبيره كيما هكذا خواتاتي العزازات واش نقول لكم هذه ان شاء الله نحط لي كويس ها هما لي كويس انا ما نقليش كل حاجه بوحدها لي كويس ها هما لي كويس تاع الدجاج ها هما لي كويس تاع الدجاج نجيب هنايا نفرغ عليها بصله ها هي والحشو والقزبر ها ايوا خواتاتي ها هي هي ندير قليل من زيت الزيتون ندير قليل من الملح الحار قليل من الفلفل الاحمر سكن جبير الكركم الفلفل الابيض صافي كما نقولوا حنا الفلفل الحر مي ابيض نقولوا حنا القزبر هنا اختي العزيزه عندي فلفل هو الاحمر وعندي هذا الاورانج هلا اي صغارات كيما هكا فوالا هذا بالنسبه للروز يجي واحد الطريقه نقول لكم هبال عندي حجره من هنا وحجره من هنا لا لا ولات يا ام جنة كاع ما نخاف لا من نار لا من دمار يا لا من نار لا من دمار خافوا من ربي سبحانه يا خواتاتي غير نجي لا من نار شوفوا شوفوا ها هي راني ماشي دروك ندير هنا هنايا خواتاتي غادي نقلب هذا الفلفل هذا بسم الله نسيت دائما حمون زيت شويه تاع زيت زيت نورمال زيت هاي وي كويس حمل الزيت شويه فوالا حركوا هنا خواتاتي حركوا هنايا انا خواتاتي راني خاصلتهم على ثلاثه نديرو فوق الدجاج ونقليه مع الدجاج عاود هاهي نقليهم مع الدجاج دروك واحد 3 مينوت 4 مينوت نقليهم كيما هكا ما نديرو لا ملح حتى حاجه ما يتقلى لنا كامل تقلى لنا كيما ها نجيبو كيما نقولو كاس على صوص طوماط كاس كيما هكا على صوص طوماط ونحطوها هنايا هاهي اخواتي العزازات دروك نديرو الماء نديرو معطر في الطرف هكا ها آه. هلا ونعاود نديروها ها اخواتاتي هنا راه خامر العجين هاو العجين الخبز اللي درتو معكم هذه المره عجبكم وراني ماشي نجربو معكم ان شاء الله هنا اخواتاتي راه خامر كيما نقولو حنايا نعاودوه هنايا نعاودوه نديرو الشامة هكذا بسم الله هيا نبقاو نعاودو هاكا
هذا هو الخبز تاعنا. سي باسيل والرز راه يطيب. شوفوا عاودوا هكا ها ها هكا. ما كيما نقولوا حنا ما تقطعوش العجين. ايها ها ناس السميد عندي الرقيق، السميد الرقيق باذن الله. هنايا الا خاصت نحرق لكم ولا قصوا لهاد الاطراف هادو، انا غادي فاين طويهم كيما ها، غير طويهم هكا وهاد الاطراف هادو ها. ايوا هنا خواتاتي من خليتها روبوزات نجيب ها هي وين خليت روبوزا العجين، ها هي وين كيما هكذا نغطس يديه في شويه تاع الماء ها، وندير نقمط العجينه كيما ها بسم الله، نقمط الخبزه كيما هكا. خبزه ماشي كبيره ماشي صغيره، نورمال عاديه هاي، ما تكبروهاش بزاف ها. هاي نلموها هنايا تقيق تقيق رقيق سي زعما كما نقول حنا فا السمون فا، نديروها هنايا نقلا وحده اخرى ونديرها هنا ها هي، وندير ورق الزبده ها الخوت. درت لي كيما نقولوا حنايا زوج خبزات ونص ها واحد الريح. هيا المهم غادي نكمل معكم الرز والنوض هنايا بسم الله، وندير من هنايا نديروا شويه السبيت كيما هكا كيما ها. قالوا لي ام جنة الخبز اللي درته في الفيديو التالي ماشي هذا اللي حطيته معكم البارح، قالوا لي ام جنة الله ينورك ديري معنا هذيك الوصفه تاع الخبز هذيك هي طيبته بهالطريقه. هنايا بهالطريقه طيبته. المهم هنايا نجيبو نجروه معنا ها هكا القرواحم، نجي وندير لهم كيما هكا نضربهم ها ها تجي داك هكا ونخليهم يخمروا. نعاود نجيبو اخرى هنايا نطويولا ايوا نطوي هذه هنايا هاد الورق نطويوه هكا باش ما ينحرقلناش هكا ونطوي هكا. ايوا هادي هي المرا تاع الدار، المرا تاع الدار هادي هي المرا تاع الدار. هنايا خواتاتي ما ندخلهمش يخمروا لداخل، ندير الخمره هنا هنا ندير من الخمره هنايا نستغل الغاز هكا باش ندخل البلاطو للغاز. هرد هنا ملاك الرز تاعي ما ينطاب لي هكا، هاي الرز طاب هكا بهالطريقه غادي نوريه لكم. نديروه هنا في وسط الغاز هنا نديروه هنا خليه يتحمر لي من الداخل. ملاك جيب الدهن ها هو الدهن غادي ندير عليه هل اللي كويس اللي كويس دو غادي نوريكم الطريقه. هنا درت له كيما ها هو درت الدهن من فوق تاع الدجاج من هالطريقه هذه ها هي وين الطريقه. نديرو هنا يدانا ها بسم الله نديرو هنايا كيما ها هكا اختي العزيزه ونديرو هكا بها نجيبو واحد القرعه كيما هكا نغسلوها نعدلوها نجي هنا ونديرها رشه بالماء باش تجيني كيما نقولو حنا تقرمشه من الفوق تجي عند هذيك القرمشه تاع الفوق. راكم هنا حاضرين لا لا هنا غادي ندخلو الخبز تاعنا لا لا العروس اروح الحاجه اختي هنا هنا ها هي او نخرجو هذا خرج بسم الله خرج بسم الله بسم الله شوفي شوفي قرب لهم يشوفوا على الرز ديالنا لا لا على الرز طبعا طبعا الفحم هذا هو يا ونحطو يا ونحطو هنايا بسم الله نجيبو هنا ونديرو الخبزه. يا ام جنة جبتكم الشتا والبرد اخواتاتي والله لا البرد يعدي مليح الخبز اخواتاتي شحال مره تقسيوني عليه شحال مره تقولي ام جنة واش راك ديري واش راك ديري هاد الخبز. نقطعو هاكا فوق هاد الكاغط ويو ونستنى يخمر شويه وندخلو ينخبز. نشوفو دروك لا طابولة راه معادا هذا هو الخبز اللي طلبو اخواتاتي مني ها هو ما بخلتش عليكم ها هو الخبز. اي الله ها اختي العزيزه اطيبنا بقاو غير نستناه ها هو الخبز اختي يا شاء الله قولي ما شاء الله ها وشحال راس سخون او شحال راس سخون شحال راس سخون يا ولا تبغي داره يا تبغي ولادها ها طيب الخبز تاع ام جنة اخواتاتي المره تكون شاطره ما تكونش تخاف ها لا لا
لا لا لا شهد، لا لا شهد شهد، وريهم هنايا. ها هاكا الجحمر، هاكا الجحمر خواتاتي. واش نقول لكم؟ ها صبروا عليا، ها العزيزه ديالي، وها والله ما نخليولك في خاطرك الروز يا اختي، والله ما نخليولك في خاطرك. ديرو كيما هكا ديكور، انا مشو نتعشاو. ما جا شوفوا جا شاتف، ما نخليش بخاطر هذاك العزيزه. يا وندوق معكم بشويه تاع الخبزه، فيها لا فرشيطه لا غير. يا داك العزيزه ودخلي عندي. لا 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 مع ام جنة. نقول لكم الدجاج باش فيه هنايا، بسم الله يا ربي توكلنا عليك يا الله، في رعاية الله وحفظه ومع السلامه يا اعز ناس على قلب ام جنة، دائما تقعدوا في قلبي عزاز. بسم الله.